كثير من بلدان العالم. صحيح. نحن بالطبع عندما نتكلم عن المياه أكيد يتبادر إلى ذهننا الاستراتيجية التي انتهجتها السلطات العمومية. عندما أقول السلطات العمومية طبعا النظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية الذي أمر بتعميم استعمال محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، وهي أحد الركائز والمحاور الأساسية من أجل مواجهة هذا النقص في المورد الحيوي. بالطبع فيه محاور أخرى هي عبارة عن استراتيجية متكاملة وشاملة، لكن من بين أهم المحاور هي تعميم استعمال محطات تحلية المياه البحر نظرا لديمومة هذا المورد، نظرا لديمومة هذا الحل. مياه البحر لا تنضب، يعلم الجميع أنه عندنا محطات متواجدة عندها طاقة إنتاجية نتاع 821 مليون متر مكعب في السنة. أقول في السنة، حاليا عندنا 5 محطات ضخمة كبيرة بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة، أي يعني بمعدل 1.5 مليون متر مكعب في اليوم عندما تنتهي هذه المحطات، وهي الآجال، لأنه يعلم الجميع أنه الإنجاز نتاع المحطات الخمسة هذه في وهران، في بومرداس، في تيبازا، في بجاية وفي ولاية الطارف، 5 محطات الإنجاز هو مسند إلى وزارة الطاقة والمناجم، وحدد تاريخ ديسمبر 2024 للانتهاء ودخول حيز الخدمة لهذه المحطات. عندما ننتهي منها نضيف 1.5 مليون في اليوم، أقول في اليوم. هنا عندما تنتهي هذه المحطات الخمسة يصبح مياه البحر المحلات تغطي 40% من الاحتياج الإجمالي للماء الشرب حاليا وكسناء، يعني يمكن أن نعتمد عليها في الإحصائيات. سنة 2022 كانت مياه البحر غطت 18% من إجمالي المياه الشرب، يعني 601، لأنه قلنا الطاقة الإجمالية 821 مليون متر مكعب في السنة، احنا أنتجنا 601 نظرا لأنه عندنا نقص في إنتاج في محطة المقطع في وهران، وكذلك محطة تحلية مياه البحر في تلمسان. الحمد لله كان إجراءات تتخذ وبرنامج من أجل رفع الطاقة الإنتاجية لهاتين المحطتين باش نرجعوا ل 821 مليون متر مكعب في السنة، هي الطاقة الإجمالية، وكذلك نضيفوا لها الخمسة محطات في ديسمبر 2024 حتى يصبح لأنه المياه البحر المحلات تغطي 40%. وكي نقولوا تغطي 40% يعني نرفعوا درجة التأمين تاع التزود بالمياه الصالحة للشرب.